تعودنا نبدأ بالرقم اللي توصلنا له. الآن توصلنا إلى تسجيل 64 طالب الترشح في الانتخابات الرئاسية تاع 12 ديسمبر 2019. تشوفوا العدد يرتفع يوميا، وإحنا ما زال تقريب شهر أمامنا. هذه تعبر على رغبة الجزائريين في الذهاب إلى الانتخابات، حتى لو كان كاين فيه تيار ومجموعة من مواطنين جزائريين ما شكوش في جزائريتهم غير راغبين في الذهاب إلى الانتخاب، إلا أن هذا الزخم وهذا الطلبات المتوجهة للسلطة للترشح، وما زال يجي لأسماء أخرى، ما يدل على أن الجزائري يبحث على استرجاع سيادته عن طريق الصندوق.